نروح فيما بعد لحساب اليوم السابع، محاولات للصلح بين بيريرا ومحمود عاشور في لجنة الحكام. كان في خبر خرج من اسبوع كده ان في مشكله ما بين بيريرا ومحمود عاشور، وبيريرا هيلجأ للمحكمه الرياضيه وهيشتكي محمود عاشور، والخبر ده خرج من الجبليه ووصل لمحمود عاشور، وحصلت استفسارات وتساؤلات، واعضاء الاتحاد مجلس الاداره سالوا بيريرا، بيريرا نفى وقال لك الكلام ده مش حقيقي، بس في خلاف بين الاثنين. اه في خلاف كبير جدا بين بيريرا وعاشور، وده واضح جدا لكل الناس بعد عوده الحكام من كاس الامم. عاشور ما خدش ولا مباراه، فالازمه موجوده. هل في حد في الاتحاد هيتدخل لاصلاح العلاقه ما بين الطرفين؟ هنشوف. بس انا كنت اتمنى من بيريرا، طالما انت شايف ان في خطا حصل من محمود عاشور كنت تطلع قرار، لكن مش تجميد الحكم لنهايه الموسم بدون قرار. احنا بنتكلم بعمل مؤسسي وشغل محترف، رئيس لجنه حكام واجنبي وجاي للتطوير، يبقى تحط سيستم. ايه هو السيستم؟ لو عندك حكم خالف اللائحه وطلع في الاعلان وغلط في اللجنه، لازم يكون عندك قرار، والقرار معلن، لان هنا مش قرار فني بس. هل صدر قرار؟ لا. هل حصل تحقيق؟ لا. هل في قرار بتجميد محمود عاشور نهايه الموسم؟ محدش عارف، بس هو بيريرا زعلان منه فبيدوش ماتشات. كده احنا مش بنشتغل، كده احنا ايه، اكننا قاعدين في حضانه وعندنا مشاكل شخصيه بنحلها. انا اتمنى يكون في عمل مؤسسي داخل اللجنه وداخل اتحاد الكره. في خطا حصل، اعمل تحقيق، خد قرار، حتى لو هتطلع قرار بتجميد عاشور لغايه نهايه الموسم لك كل الحق، وهو يستأنف على القرار لو عنده لائحة تنص على ذلك. لكن مشاكل ممكن تكون شخصية وتبقى على تأثيرها على المباريات وعدم تعيين عاشور في المباريات، أنا شايف إن ده غلط، سواء على عاشور أو حتى على اللجنة، لأن احنا عندنا حكم رايح ألعاب أولمبية، حكم مرشح لكأس عالم 2026. فالغلط هنا والمشكلة هنا هتبقى أكبر على منظومة التحكيم المصري. كده كده بيريرا سواء قعد سنة 2-3-10 الكرسي مش دايم لحد، لكن احنا في النهاية يهمنا إن عندنا مقعد لحكم مصر رايح بطولات قاريه كبيره، غلط يتعاقب، ما غلطش يحكم. الامر سهل جدا وبسيط جدا، بس